بعد أقل من يوم واحد على تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا للحكومة خلفا لمعين عبد الملك، تشهد مدينة تعز إضرابا جزئيا في بعض الأسواق وأسواق الجملة وأسواق التجزئة، أيضا إغلاق للمحلات من قبل التجار وملاك المحال التجارية تنديدا بالأزمة الاقتصادية وبالأوضاع الاقتصادية الراهنة. دعا إلى هذا الإضراب تكتل تجار تعز وقال إنه سيستمر لثلاثة أيام بدءا من اليوم ويوم غد وبعد غد أيضا. هذا الإضراب له عدد من المطالبات أبرزها التنديد بانهيار سعر العملة المحلية وارتفاع صرف العملات الأجنبية، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد أو تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد 1600 ريال يمني خلال الأيام الأخيرة، وهو ما دفع التجار للاحتجاج والتعبير عن سخطهم من هذا الوضع بهذا الإضراب. معنا هنا أحد التجار سيقف ليحدثنا عن أبرز المطالب التي يبعثون بها ويوجهونها للحكومة من خلال هذا الإضراب. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة يمن شباب على تغطية هذه الأحداث. طبعا نظرا للأوضاع والتدهور الحاصل في العملة وأسعار الصرف وتدهور أوضاع المعيشة لدى الناس، حتى أصبح الواحد الآن يعني من الوضع هذا وضع مزري لا يحتمل، وضع كارثي على البلد، وضع كارثي على المواطن. فنتيجة الأوضاع والتدهور الحاصل في البلد قرر ملتقى تجار تعز تنفيذ إضراب جزئي لكي يتوقف تدهور العملة وإيصال رسالة قوية للحكومة وللتحالف وللآخر رئيس الوزراء الجديد أحمد عوض من مبارك. في حال لم يتم التجاوب مع مطالبكم من خلال هذا الإضراب الجزئي، هل سيتوسع هذا الإضراب؟ إذا الحكومة أعطتنا أذن من عجين والتحالف أذن من عجين والأخرى من طين، فسوف نعمل على التصعيد الجزئي ثم الكلي ثم الوصول إلى شلل تام لإيقاف الحركة التجارية في المحافظة. شكرا جزيلا. إذن أوضاع اقتصادية وضغوط اقتصادية متراكمة يعيشها البلد جراء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها سكان منذ نحو 10 أعوام بسبب الحرب الحوثية، إضافة للتطورات الأخيرة في المياه الإقليمية وباب المندب ومياه البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، وهي ما أدت أو دفعت إلى إضافة عدد من العوائق التي أدت إلى ارتفاع أسعار البضائع والسلع نتيجة ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين، وبالتالي مشكلات متراكمة بحاجة إلى تدخلات حكومية ودولية عاجلة لإنقاذ اليمنيين من هذه التداعيات. أيمن قائد يمن شباب تعز.